اليوم غادي نشارك معكم ما بين أجمل القصص اللي كان عشق وأول قصة اللي عرفتها حق المعرفة ديالها اللي عامرة بالحكم وداكشي اللي غادي تعلموا منها تيقوني باللي غادي يبدل لكم ظرف بزاف ديال الأمور وخصوصا إذا كنتم من نوع اللي سبحان الله اللي كيركز على الأمور الظاهرية. قصة رائعة بجميع المقاييس ديالها، من أروع القصص اللي قرأت في حياتي، وتأكدوا باللي أن اليوم غادي تكون حلقة روعة وعلى حسابي. سلام and welcome back to our channel سلام عليك. بلا ما نطول عليكم نقول لكم لنبدأ. كنتوا بزاف اللي طلبتوا مني القصة نتاع سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. خليني نبدأ لكم من بداية القصة. في يوم من الأيام سيدنا موسى كان كيخطب في بني إسرائيل، فسولوا أحد من القوم قال لي واش كاين في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى لا، فعاتب مولانا على هذا القول لأنه لم يفوض الأمر لله. فقال الله تعالى إلى موسى في ذلك اللحظة: يا موسى إن لي عبدا هو على علم لا تعلمه أنت. بمعنى عندي واحد العبد عنده علم اللي ما كتعرفوش أنت. فكلنا كنعرفوا بأن سيدنا موسى هو كليم الله، فموسى بدا كيسول مولانا شكون هو هذا العبد الذي يعلم ما لا أعلمه وكيفاش غادي نوجده. فأخبره الله أنه غادي يلقاه عند مجمع البحرين، زعما فواحد المنطقة اللي كيلتقيو فيها بحران، ولازم عليه باش أنه يسافر إلى البحر باش يبحث عليه وباش يعرف أنه في المكان صحيح. فقال ليه مولانا أنه في ديك اللحظة غادي تضيع منه واحد السمكة اللي غادي يكون هزها معاه، وقال ليه تما غادي تلقى من هو أعلم منك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، ولا أبرح يعني لا أترك ما أنا بصدده. وفي الآية جات زعما ما غاديش نترك المشي حتى نوصل، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وحقب هي الجمع ديال حقبة، يعني فترة طويلة من الزمن اللي قدروها ما بين 70 سنة و 80 سنة. ركزوا معايا، وهذا معناه أنه باش الإنسان يطلب العلم كيسعى إليه ولو بالجهد والمشقة. فلما بلغ زعما موسى وفتاه مجمع بينهما نسي حوتهما، اللي هو واحد النوع من السمك اللي كانوا وجدوه وشاويينو باش ياكلوه في الطريق وحاطينو في واحد الحقيبه، ولكن نساوه هما بزوج. فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. قال أرأيت، ومعناها في الآية علمت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. المهم وصل الفتى مع سيدنا موسى لمجمع البحرين، فقرر موسى باش أنه يسترح واحد شوية عند الصخرة حيت شعية. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. إذا رديت البال قبيلة كانت نسية ودابا نسيته، لأنه الأولى كان مولانا اللي كيتكلم إخبار من الله، أما دابا فالفتى اللي تيقول نسيته كيتكلم على راسه بما أنه هو اللي مكلف بهذا الأمر ديال السمكة. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني الشيطان لعب ليه بأفكاره حتى نساه. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فبينما كان الفتى فايق وسيدنا موسى كيرتاح، غادي توقع واحد المسألة اللي هي عجيبة. الفتى كيبان ليه واحد الكيس كيتفتح وكتخرج منه ديك السمكه اللي اذا عقلت قبيله قلت لكم كانت مشويه، وكتنقز من داك الكيس وكتعوم في الماء، شيء غير مألوف. فموسى غادي يقول للفتى قال ذلك ما كنا نبغي، زعما ما كنا نطلب، زعما البلاصه اللي بغيناها هي فاش الحوته غادي تنقز منا، دونك حنا في البلاصه المزيانه، دونك حنا في المكان المناسب اللي غادي نقدروا نتلاقاو مع داك الراجل. فارتد على اثارهما قصصا، زعما غادي تبعوا الاثار بدقه. فوجد عبدا، زعما عبدا لله، والعبوديه لله عز والعبوديه للبشر فهي مذله. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا. ويقال والله اعلم ان الرحمه في القران جات معناها النبوه، وعلمناه من لدنا علما، واللي هو العلم لدني. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. فسيدنا موسى غادي يتلاقى بهذا الرجل
لوسيدنا الخضر. وشوفوا هنايا الادب نتاع التلقي من عند موسى. قال ليه واش نتبعك، ما قالش ليه راه ربي قال ليا باش نتبعك. الادب من المتعلم مع المعلم، واخا المقام ديال سيدنا موسى عليه السلام. المهم، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. والرشد هو حسن التصرف في الاشياء والحكمه في الامور. فالنبي اللي هو مرسول للناس غادي يوقف امام المعلم وغادي يقول ليه غناخذ من عندك الرشد، غيطلب واحد الشيء اللي ما كانش معلوم عنده. وبين قوسين على هذا العلم غادي ندير واحد الخريجه صغيره. فمولانا تيقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وقال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قل ربي زدني علما، والشاعر تيقول كلما ازددت علما زدت ايقانا بجهلي. نرجعوا لقصتنا. قال انك لن تستطيع معي صبرا، ما غاديش تقدر تصبر على تصرفات ديالي. من حيتاش انت مذهب وانا مذهب، ما غاديش نقدروا نتفاهموا. بمعنى اخر، الكيس ديالك به علم احكام ظاهريه، اما الكيس ديالي فهو من حاجات اخرى، يعني به علم باطني. واذا رديتوا البال فسيدنا الخضر عذر سيدنا موسى. نكملوا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. زعما انت ما غاديش تصبر الا على حاجة عندك بها علم، ولكن اللي ما عندكش به علم كيفاش غادي تصبر ليه؟ وهذا ادب من زوج طرق، طريق الاحكام الظاهرية وطريق خلف الاحكام الظاهرية. هذا ما كيعترضش على هذا وهذا ما كيعترضش على هذا. المهم هو غادي يبغي يتعلم وغادي يقول ليه انا قابل هذا الكلام. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا المتعلم يصبح مأمور، يعني غير كن هاني، ما غنجدلك ما غنعرضك ولا حتى شي حاجة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على داك الشي اللي غدير مهما كان ولا أعصي لك أمرا. فهاد اللحظة غادي يقول لي سيدنا الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. انت ما تسولنيش على شي حاجة، أنا من بعد غادي نقول لك كل حاجة ديالاش. علاش هاد الشي؟ قال ليك باش يعلموا آداب العلم. المهم داك الفتى غادي يرجع للقوم ديالو، سيدنا موسى والخضر غادي يبداو الرحلة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بزوج غادي يركبوا في السفينة، سفينة نتاع ركاب بإذن منهم بالطبع، بدون ما غادي ياخذوا من عندهم شي مقابل. سيدنا الخضر غادي يدور وغادي يشوف واحد الخشبة وغادي يحيدها. سيدنا موسى اشنو غادي يقول ليه؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا هو الظاهر نتاع سيدنا موسى، هادشي اللي بان ليه. وهنا مولانا بغى يعلمنا ان الشيء النظري هو غير الشيء الواقعي. عقلتوا فاش قال ليه موسى قبيله غادي نتبعك باش تعلمني وغادي نصبر؟ فعلا المساله غادي تكبر في نظر سيدنا موسى. لقد جئت شيئا امرا، درتي واحد الشيء اللي هو عظيم وفظيع وبشع. هادشي اللي كان تيبان لسيدنا موسى. فالكلام النظري كان حاجة، ولكن الواقع فشافوا بعينيه كان حاجة واحدة أخرى. قال لي سيدنا الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. زعما كاع داك الكلام اللي كنت كنقول لك راه صدق صادق. غادي يجاوبوا سيدنا موسى وغادي يقول ليه لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. زعما ما تحملنيش من أمر اتباعك عسرة ومشقة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الحادثة الثانية، سيدنا موسى ما فهم والو، يسوبوز دي كيستيون. في الحادثة الأولى كان اعتداء على المملوك، أما دابا الاعتداء على النفس. فبدات المهمة غادي وكتصعب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. في الأول سيدنا موسى قال هذاك أمر فظيع، ودابا كيقول بلي هذه شي حاجه اكثر منها، يعني جريمه كبيره، قتلتي نفس طاهره وزكيه. سيدنا الخضر غادي يقول ليه الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. سيدنا موسى زعما تيقول ليه انت عطيتيني واستحملتيني وانا ما غاديش نبقى نسولك ولا غادي نتكلم. وعلى هذا الكلام كان قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمنا الله ورحم أخي موسى لو صبر لعرفنا كثيرا. المهم فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. زعما طلبوا الطعام، هذا الشيء يسمى بأصدق سؤال، بمعنى إذا شي حد طلب منك المال ما غاديش تعرف واش صادق أشو غادي يدير به، ولكن طعام راه باين بلي أن داك الإنسان فيه جوع. فهم طلبوا الطعام من أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما
زعما ما عطوهمش. لؤم وبخل مجمع عليهم من أهل القرية جميعا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، زعما لقوا فيها واحد الحيط قريب يطيح ورمموه. سيدنا موسى غادي يقول سيدنا الخضر قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. سيدنا موسى قال ليه هاد القوم ما يصلحش نديروا ليه هاد العمل مجانا، حنا طلبنا منهم طعام وما عطوناش، وغادي نديروا ليهم عمل ما غاديش نتخلصوا عليه. قال ليه سيدنا الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك، وهذا كان دستور من عند مولانا، هاد الزوج المذهبين ما كيتلاقاوش، كل واحد يمشي في طريقه، حتى واحد من هذا ما غادي يعارض الاخر، كل واحد غادي يتفرق مع الاخر ويلزم الادب. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا فين غادي نتفرقوا، ولكن ما غنخليكش وفي نفسك هذه التساؤلات، حيتاش ممكن انك تاخذ عليا شي حاجه خاطئه او لا على تعاليم ديال مولانا. غادي ننبهك على الامور وحده وحده باش ترتاح وتعلم ان الله لم يخدعك، ورسل لك لمن يعلمك شيء ما كنتيش عالم به. وهنا يا ساده يا كرام، هذه او لا هذا هو ادب الصحبه، ما غاديش يتفارقوا على انقلاب تو سامبلومون باش ما يتنماش واحد الكره او لا شي حاجه خايبه في النفس نتاع بعضياتهم. نكملوا، هنا سيدنا الخضر غادي يبدا كيشرح ليه. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني سفينة مملوكة المساكين كيخدموا في البحر. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة خصبة. هذا الملك كياخذ كاع السفن اللي هما مزيانين بزز منهم، داكشي باش حنا غنرجعوها غير صالحة باش ما تثيرش الانتباه نتاع هذاك الملك. اللهم تبقى عند هاد المساكين سفينة مخسرة على انها ما تبقاش عندهم كاع. وهذا هو الامر الباطني اللي ما فهموش موسى عليه السلام، ولو كان هو اللي كان عالم بهذا الامر فكان هو اللي غادي يبادر به هو الاول. ندوزو الحديثة الثانية. أما الغلام زعما مازال مبلغ سن الرشد، فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هاد الغلام إذا بلغ سن ديال الرشد ديالو غادي يفتن والديه وهم مؤمنين، خلي الغلام أنه يموت ويمشي للجنة والديه يبقاو مؤمنين، يعني أمر ديال مصلحة. نعطيكم واحد بشارة خير، بشارة الخير لكاع الناس اللي ماتوا ليهم الأطفال ديالهم وهم صغار. فتيقول لك أنه الأطفال اللي ما كيموتوا صغار الجنان تيكونوا مفتوحين ليهم، تيمشوا من جنة لجنة كيتساروا فيها كيما بغاو، كيمشوا عند الصحابة عند سيدنا محمد، أي حاجة بغاو يديروها كيديروها، ولكن إذا ماتوا قبل ما يبلغوا سن الرشد. المهم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. واما الجدار فكان لغلامين، زعما حتى هما مازال ما بلغوش سن الرشد، يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. اهل القريه ناس ماشي اهل الكرم وجود، اهل القريه اللي مشاو طلبوا منهم الطعام سيدنا الخضر وسيدنا موسى فهما رفضوا انهم يعطوهم، يعني ناس ماشي اهل الكرم وجود. واذا طاح الجدار غادي يبلدوك اهل القريه الكنز نتاع هاد اليتيمين وغادي يمشي يخطفوه ليهم وغيضيعوا. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما، زعما بلوغ ديال القوه، ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. سبحان الله، هذا معناه انه سيدنا الخضر البناء اللي دار فهو بناء نتاع بإذن ما هاد الغلامين يبلغوا سن الرشد، كأنه دار لهم عمر افتراضي، وهذا هو التعليم اللدني اللي علمه من عند مولانا. وما فعلته عن أمري، زعما هادشي كله راه ما درتوش من عندي وما فيه حتى شي غرور، فكله من عند الله، وهذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا غادي تسالي القصة ديال سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام، والعبرة الكبيرة من هاد القصة اللي ربي عطاها لنا ماشي باش نستمتعوا للسماع ديالها ولكن نستفدوا منها. ابدا ابدا ما نحكموش على ظواهر الامور، كاينين شي امور اللي كيبانوا لينا ماشي حتى له كنظره، ولكن اذا بحثنا وفهمنا غنقدروا نعرفوا او نتلاقاو كنز من مور ديك الامور. هاد القصه كاينين فيها بزاف ديال العبر، بزاف ديال الدروس اللي خصنا نستافدوهم. المهم غادي نذكر لكم ما بيناتها، اولها الحرص على طلب العلم والاستزاده منه والرحله اليه وتحمل المشاق والصعاب في سبيل تحصيله والسعي للقاء العلماء ومجالستهم باحترام وادب. نعظم اولياء الله الصالحين ونحترمهم. مولانا راه تيقول من عاد لي وليا اذنته بالحرب. ما نساوش اننا نقولوا ان شاء الله، وما نساوش اي نجاح في حياتنا، اي حاجه درناها
أي نعمة عندنا في حياتنا فهي توفيق من عند مولانا عز وجل. أي واحد دق بابك لطلب الضيافة والطعام مرحبا به. تواضع التلميذ لمعلمه. وأخيرا وخاكين بزاف، سعي العبد إلى كل ما فيه لمرضات الله تعالى من طلب علم ونحوه وبزاف. وهذه هي كانت قصتنا اليوم. نتمنى نكون كنت خفيفة على ظلكم وحاولت نوصل لكم ديك الشيء اللي ذقت من 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 جمال وحب وعبرة في هذه القصة. ما تنسوش من فضلكم فضلا وليس أمرا أنكم تشاركوني الآراء ديالكم وشنو استفدتم من هذه القصة وشنو ما كرهتوش بيان سور تسمعوا المرة الجاية كقصة مرة أخرى. فضلا وليس أمرا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم اللي كتحفزني، والله العظيم اللي كتحفزني. وخا في الكومنتير ديروا لي غير نقطة وديروا لي لايك، هذا الشيء كيحفزني وكينشطني وكيخليني باش أنني نكمل وما نعجزش. حيتاش هذا النوع من الفيديوهات والله العظيم وربي شاهد أنه كيطلب مجهود كبير وكانت تقاتل مع الوقت غير أنني باش نكون في حسن ظنكم وفي مستوى الثقافة ديالكم. شكرا على دعمكم، شكرا على حبكم، وكيشرفني أنني نقرأ الرسائل ديالكم اللي محتارمة ورائعة وجميلة، وكيشرفني وجودكم عندي في القناة اللي بيان سور هاد القناة ديالنا كاملين ما دياليش بوحدي. سلام سلام.